أدت غارات جوية جديدة إلى مقتل 11 فلسطينيا فجر السبت، لترتفع حصيلة ضحايا العملية الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 307 قتلى، بينما يصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الشرق الأوسط اليوم لدعم جهود التهدئة. وعبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تأييده لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الصواريخ التي تطلق من غزة، لكنه دعاها إلى العمل على تجنب إصابة مدنيين في عمليتها التي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين بما في ذلك نساء وأطفال. وأدت عمليات قصف أخرى بعدها إلى مقتل 5 فلسطينيين، لترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في عملية الجرف الصامد إلى 307 فلسطينيين، كما جرح 2250 فلسطينيا وعدد من الإسرائيليين.